أناب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، لتتويج الفائزين ببطولة سموه للقدرة للعموم لمسافة 120 كيلومترا، والتي حقق لقبها على فئة العموم الفارس سلمان عيسى من فريق الإسطبل الملكي فيكتوريوس، والفارس عبد الرحمن العلي من إسطبل أحمد الفاتح على مستوى الإسطبلات بمشاركة واسعة من مختلف فرسان الفريق الملكي والإسطبلات المحلية. وجاء في المركز الثاني الفارس خليفة السندي من إسطبل الفرسان، وفي المركز الثالث الفارس خالد يوسف الخلف من إسطبل الفرسان. أما على مستوى الإسطبلات فقد جاء في المركز الثاني الفارس عبد الرحمن محمد الزايد من إسطبل المغيرات، والفارس عبد الله الجناحي من إسطبل الأصايل. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمستوى الفني الرفيع للسباق، والذي شهد مشاركة كبيرة من قبل مختلف الفرسان، مؤكدا أن نجاح السباق جاء بفضل المشاركة الكبيرة والنتائج الجيدة التي تحققت من قبل جميع الفرسان المشاركين في السباق بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه فرسان الإسطبلات المشاركة. وأعرب سموه عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة، مؤكدا دورهم البارز في إنجاح منافساتها. من جانبه أشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بدور ومتابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لكافة مراحل السباق، مؤكدا أن هذا الدعم له بالغ الأثر في تشجيع الفرسان، مشيدا بالجهود التي قامت بها كل اللجان في التحضير والإعداد لسباق ناصر بن حمد وجميع السباقات الماضية، والتي ساهمت بكل تأكيد في إنجاح جميع الفعاليات التي تقام في قرية القدرة الدولية.